بس تعالوا على طول نبدأ بقى أول حاجة وأول تشالنج معانا النهاردة، الأسئلة، فقرة الأسئلة. عايزة أفكركم إن أنتوا عندكم وسيلتين مساعدة لو معرفتوش تجاوبوا على سؤال، أوكي؟ الأسئلة عندنا متقسمة ثلاث مراحل، مرحلة أنا مين أو أنا إيه، دي الأسر كلها بتشارك فيها للأسرع يعني، والاختيارات ما بين القوسين دول أنتوا بس وعندكم وسائل مساعدة، وكمان صح وغلط دول أنتوا بس وعندكم وسائل مساعدة. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي على طول بأنا مين أو أنا إيه، أوكي؟ يلا بينا نقول. خط الطول الرئيسي بيقسم الكرة الأرضية لنصفين متساويين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب ودرجة صفر. خط الاستواء. خط إيه؟ الاستواء. خط الاستواء. خط جرينتش. برافو. غلط. ماشي، خط جرينتش. برافو. إيه الحلاوة دي؟ وإيه اللي قالت كمان؟ مش كده، نركز بابا وماما. ماشي، السؤال للأسرة دي. دوائر أفقية غير متساوية الحجم ترسم حول مجسم الكرة وتصغر كلما اتجهنا شمالا وجنوبا. دوائر العرض. ايه ده، ايه الشطاره دي؟ والله عايزه اسقف لك قوي. ايه ده، ده احنا مقطعين دراسات. برافو. ايوه برافو. جدا جدا. ماشي، سؤال الاسره دي. عمليه بتحدث داخل اوراق النبات لتصنيع غذائه. سهله. سهله. اخدتها في ابتدائي انا فاكر. ايوه اخدتها في خمسه ابتدائي في العلوم. ايه اسمها ايه؟ ايه في اللوجيك. طيب الغذاء. ايوه الايه؟ البناء. البناء الضوئي. ايه بالظبط كده؟ البناء الضوئي. ماشي الله. ماشي اوكي. اسره اسر هي اي شيء له كتله ويشغل حيزا من الفراغ. علوم. احنا كنا شاطرين في الدراسات. اخبار العلوم ايه؟ ده الحجم ده ولا ايه؟ الايه؟ الحجم يعني؟ لا الكتله. الايه؟ لا تقل. قربنا يعني. انا عارفه فوليوم يعني الكثافه. اي شيء له كتله ويشغل حيز من الفراغ. ايه؟ عارفه. خمسه. عارفه. اربعه. ثلاثه. اثنين. الماتيريال. الماده. الماده. الماده نفسها. ماشي، بس شطاره. عرفنا ان احنا شاطرين هنا في الدراسات وفي ايه، محتاجين نذاكر علوم اكتر. السؤال هنا، ممثل قام بدور الروبوت لذيذ في مسلسل في بيتنا روبوت، قولوا انتوا. ها؟ ها؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل لذيذ؟ استاذ لذيذ؟ يوسف. يوسف اسمه ايه؟ اسمه ايه في الحقيقة؟ نقول احنا؟ قولوا انتوا. عمرو وهب. برافو. ماشي. هنا. تيمون وبومبا وهاكونا ماتاتا. مين الممثل المصري اللي قام بدبلجة شخصية تيمون؟ محمد هنيدي. برافو. ايه ده، ده انت شطوره قوي والله العظيم. لا حاجه لطيفه جدا 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 جدا، وعرفنا ان انتم مذاكرين وشطار جدا في المعلومات العامه.